رغم ان في توتر، بس ان شاء الله حاسس بحماس كبير جدا، وان شاء الله اقدر اقنع اللجنه المدربين الاربعه الفول ان شاء الله. مستعده كثير كثير وقويه، وان شاء الله اكون قد الثقه. مرعوبه زي ما انت شايف، وخايفه جدا، وبقول يا رب وربنا يستر، و يا رب عند بكون عند حسن ظن كل الناس اللي قاعده بره. اكيد المسرح له رهبته، فاكيد في شويه توتر، بس ان شاء الله خير. شعوري متحمس وفرحان. عادي شعوري محمسه شوي وراح اطلع على المسرح. قلقانة جدا طبعا، بس هو شعور جميل يعني، ويا رب اكون قد الثقه واحقق حلم يا رب وحد من المدربين الفيلم. شعور كبير مش قادر اوصفه يعني، مشاعر سعاده اني اطلع اول مره على المسرح، ومسؤوليه ويا رب اكون قدها. هاي صراحه كثير متحمس، مترقب اعرف مين اللي ممكن يلف لي، مين ممكن يعجبه ادائي. متحمس جدا، وان شاء الله راح نصعد على المسرح ونقدم اداء جميل جدا، وان شاء الله راح يرضى الجمهور، وان شاء الله اربعه يلفوننا. حابين تستمتعون باحلى اصوات، احلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC 1. تابعوا حلقات The Voice كل ليلة سبت على MBC 1.